كنتوقفوا يعني هذه الليله هذه امام الاكاديميه احتجاجا على المطالب ديالنا اللي باقا لحد الان ما تحققتش، والمخرجات ديال هذه الحوارات لحد الان باقا ما استجباتش لملفات المطلبيه ديال الاساتذه المختلف التنسيقيات. وبالتالي يعني لا زلنا نرى ان هذه المخرجات يعني الحكوميه او الوزاريه مع النقابات لا زالت يعني ما احترمتش هذه الملفات المطلبيه، ولا زلنا نطالب الوزاره والحكومه يعني الاستجابه الفوريه للمطالب الاساسيه ديالنا الموجوده في الملفات المطلبيه ديالنا اللي تسلمتها الوزاره. وبالتالي نرى كذلك هذا العمل الذي قامت به الوزاره عن طريق توقيف مجموعه ديال الاساتذه والاستاذات ان هذا عمل تعسفي، وبالتالي راه نطالبها يعني بازاله هذه التوقيفات فوريا، لانها اولا توقيفات يعني لا توقيفات غير قانونيه، لان الاساتذه لما كيمارسوا الاضراب فهم كيمارسوا حقهم المشروع، وبالتالي لماذا يوقف هذا الاستاذ على عمل قام به مشروع وقانون؟ فهنا يعني كطرح تساؤل، ثم ما دام الاساتذه الان والوزاره كتقول خاص الاساتذه يعملوا عن نيه، فعلا حنا الاسبوع السابق قمنا ب نقولوا حنا يعني قمنا بتخفيف البرنامج النضالي على اساس حسن النيه، فاذا بنا نفاجئ بتوقيفات ديال الاساتذه. اذا هذا العمل الحكومي راه كيبين على انهم فعلا ما غاديش مساله حسن النيه، لان التنسيقيات خفات من البرنامج ديال النضالي على اساس كترقب شنو هما المخرجات الحكوميه يعني في هذه الحوارات مع النقابات التي لا تمثلنا، فاذا بنا نفاجئ بالمخرجات وهي توقيفات لمجموعه الاساتذه. فبالتالي كنقولوا من هذا المنبر هذا ان توقيف الاستاذ راه هو توقيف لجميع الاساتذه، كنعتبروا توقيف استاذ او استاذه توقيف لجميع الاساتذه، فبالتالي خاص الحكومه تراجع امرها في المساله، ثم نقول لها ان هذه المساله هذه لن تثنينا على الملفات ديالنا المطلبيه، راه لازلنا كما كندافعوا على الاخوان ديالنا الموقوفين لازلنا نطالب بتحقيق ما في ملفات ديالنا المطلبيه. ما نطلبه من الاساتذه والاستاذات في هذه المرحله هو النضال والثبات والصمود وعدم التراجع، لأننا كلنا موقوفون نجوع معا ونشبع معا. هذه التوقيفات التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات هي توقيفات تعسفية تضرب في الدستور المغربي، لأن الأساتذة مدربون وليس متغيبون وليس منقطعون عن العمل. إذن من هذا المنبر نحمل المسؤولية الكاملة ونسطر عليها بالخط العريض المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة فيما ستؤول إليه الأوضاع، لأن قطاع التعليم يشهد احتقانا كبيرا بسبب الوزارة والحكومة في التعاطي مع الملف، والأساتذة خرجوا للنضال بكامل قواهم العقلية، ليس هناك من يحرضنا وليس هناك من يدفعنا، نحن نناضل في الميدان كأساتذة وأستاذات. الشيء الذي يدفعنا هو الظلم، هو التعسف، هو القهر، هو جميع الأمور التي تحط من كرامة الأستاذ والأستاذة في هذا القطاع. إذن نقول لكم نحن مستمرون في النضال، نحن مع إخواننا الموقوفون إلى آخر رمق.